أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز خنوش يوم الأربعاء بمنتدى مقاولات تربية الأحياء المائية بمدينة الداخلة عن انطلاقة مجموعة من المشاريع التي تخص قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني. وأعطى خنوش على هامش انعقاد أشغال النسخة الأولى من منتدى مقاولات تربية الأحياء المائية انطلاقة 256 مشروعا لتربية الأحياء المائية على المستوى الوطني، تمثل نسبة جهات الداخلة واد الذهب فيها أزيد من 80% بنحو 214 مشروعا سترى النور في مستقبل الأيام. وفي ذات السياق قام المسؤول الوزاري بتدشين مصنع خاص بالثلج وسط ميناء مدينة الداخلة، وتفقد مختلف مرافقه علاوة على قيامه بزيارة لوحدة لتخزين المنتجات البحرية. وكشف بلاغ خاص بالمنتدى أن المشاريع الاستثمارية الخاصة بتربية الأحياء المائية التي ستنطلق بجهات الداخلة ستمكن من توفير مجموعة من مناصب الشغل القارة لشباب المنطقة، إذ تهم حوالي 507 من المقاولين الشباب من أبناء المنطقة. وأضاف البلاغ ذاته أن المقاولين حاملي هذه المشاريع رصدت لهم وزارة الصيد البحري دعما ماليا مهما قدر ب 57 مليون درهم. يشار إلى أن النسخة الأولى من منتدى مقاولات تربية الأحياء المائية التي انطلقت بمدينة الداخلة شهدت مشاركة وازنة لعدد من الفاعلين في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية وكذا مهتمين بالصيد، علاوة على مقاولين ومستثمرين وصل عددهم لأزيد من 300 مشارك.